استقبلت مطارات المغرب خلال نهاية يوليوز 2022 ما مجموعه 9,800,000 مسافرة عبر 89,648 رحلة جوية همت مختلف المطارات. ومع متم شهر يوليوز وصلت المطارات المغربية تسجيل معدلات استرجاع إيجابية إلى حد كبير مقارنة بالفترة ذاتها من سنة 2019، حيث استقبلت 70% من المسافرين و 75% بالنسبة لحركة الطائرات. وبخصوص حركة الجوية التراكمية خلال الأشهر السبع الأولى من 2022، فقد استقبل مطار محمد الخامس بالدار البيضاء 3,699,000 مسافرة عبر 34,700 رحلة جوية بمعدلات استرجاع بلغت على التوالي حوالي 64% و67%. وخلال شهر يوليوز 2022 وصلت أغلبية المطارات أو تجاوزت حجم الحركة الجوية للمسافرين المسجل خلال نفس الفترة من سنة 2019. وحسب المكتبة فقد تعزز الاسترجاع خلال الأشهر السبع الأولى بالنسبة لمطارات منطقة الشمال والشرق والتي سجلت معدلات استرجاع لا تقل عن 100% مقارنة بنفس الفترة من سنة 2019، تطوان 378%، وجدة 111%، الناظور 101%، طنجة 95%. نشكركم على حسن المتابعة.